يبني اللعبة هذا الضوري يا ساتر يا رب ضربوا الأول هو قبل هاي ملانا قد أخذ بوضوح لا 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 انت موت اصلا انت تعمل ايه بعمل الروم عشان اتحط لها تاني ايه ده كايك ما لا لازم معايا خلاص مفيد مفتي الله يوم ده بارد خطر عليك صاحبي احنا ننزل الروم ما تبايكش ما تمسكش سلاح ما تضربش علي صراحة يعني عشان انت اللي زيك ما تمسكش سلاح ما انت عم شبرا خارة انت شبرا انا محطوط عليا 7 رومات من طارق يا شبرا طارق فعل هاكر بلابل ابعد عني يا الف بالله والله فعل هاكر مش عارف فيه ايه بقاله كام يوم كده يا اسطى بيحط عليا سيبني بقى يا ساتر يا رب ضربه الاول هو جابني الاول بص هو جنبي اقسم بالله يعني انا مش عارف يا ابن اللعيب بقولك ايه انا هتعامل انا اجيب لك البوزه وكل لا 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 ما تجيبهوش طب ازاي ارتشك بالقلم طيب ولا ارتش نفسي طيب هلا هو قول له السماء عشان بص يا جدع بص ده بقى يا عم ولا طار في على طريق انت ايه ده بابا صد سمك سنة طيب انا اتفاهم هدي لك اللي انت عايزه استنى طيب استنى طيب انت لسه عايش؟ قلت لك موت يلا ابلع تشتمش يا شبورة ها تشتمش بتاع ليه عشان الروم دي هتنزل ها نلعب اصلك تحدي روم على 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 بيتزي تاو هاو يا نهار ابيض عليك الله يا نجم يا ده تربيت اهلك يا ده انت واخد هدات مني لبيك ابلع بقى يا بوت بقى ما تفضلش تقول لي واخد هدات ومش واخد هدات ده انت كده كمبور ولازق ورا الصندوق اطلع الصندوق وفايتني هو جنبك يا اسطى هو طارق جنبك ولا ايه؟ ايوه انت بوت يا طارق بلع انت ده؟ دي ما بتفرق يا صاحبي برضه يا صاحبي بص بقى يبدأ انت اخرك تكمبر بص بص كمبر 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 كم برضه برد هجيبك برضه برد هجيبك حمسني يا شبرا حمسني يا عم اتنايل حمسني يا شبرا ربنا ياخدك بالراحه يا ابن اللعيب يا نهار ابيض على ديك الله يا جدعان يا صاحب البنج عندك وحش خش على واو يا ابن اللعبة لا طارق لا لا طارق برضه لا لا طارق غسيل برضه طارق غسيل طارق ما انا بقول لك طارق بيفعل ماشيك بلابل برضه اسمعش الكلام فينك يا طارق هلا من ناحية الثانية هلا من ناحية الثانية ده من لمسة ده بيضرب الفاير بص عندي في الشاشة اضرب من عندك ايوه كده اه صدق نجمي يالا
بص ما له سؤال هذا طريق بقى ده انت مكفر الراجل اطار كده يا ليت ادب الزميلي شجعني هذا شبرا يلا يا ابن دي البيكات بقى صاحبي دي فرق بيكات دي فرق سرعات انت بدات تتخنزر لا صاحبي ده كان لعبك بقى انت بتبايكني من ورا الكابوس يا اسطى بص لما اجي بشيلك من الناس بس عامل كده طبعا عامل كده بس كده جميل سكسس كل حاجه صاحبي كل حاجه صاحبي انت لما تخش عليك انا عارف ان انت ايه يا عم تعالى تعالى يا عم استنيك تعالى بص اعمل كده عامل كده عامل كده لا كانت جيت بكسيت سكرك بالحب يا صاحب لا انا فكر يا فوق half of the match is over and the blue team is in the lead خش بسرعة تعال جاي انا جاي ما تجيش قوي يعني مش شرط انت ما صورتش ليه كنت تصور منظوري من منظورك يا صاحبي انت بقى ايه اقول يا ساتر يا رب بس شفتك احيانا محمد ريلودينج من ورا كفر طب كده يا صاحبي كده يا صاحبي الحاول تزعل حاول تزعل وتجيب ناس تزعل بابا كده حاول تنزل بدون السيستم مفيش كلام ما مش بحط لك تعويذه ما تخافش انا انت مش بحط لك تعويذه ما تخافش ابو تنيج فين هو ولا بس مستني لازم لا هاتر وما جبت من حد انا هاتر كفر مي ابرع عليك بص for the red team خلصت الجيم بتاعنا يا جدعان طريق غشيم يا جدعان ما حدش يلعبه تاني يا جدعان بقول لك طب بيل يلا انت نازل معايا يلا انت نازل يلا مع واحد يلا بيفشخ شارع الاوسط يلا بحاله يلا ريلودينج بقول لك يا طارق بص يا طارق خش اهو بينا يا طارق دمك عامل ازاي يا طارق عيب ما يكون بتلعب ايباد ويكسابا بيلعب بيليفن برو ماكس انا عيب عيب بلعب عيب ابلع ابلع عطيت عطيت يا صاحب عطيت لعب بعدكم بتلعب وإذا بابا أقول لك ايه لا ما مش هتعرف لعيب قوي بقول لك عاش يا البوت مش شايف مستوى صح يا عم انا سايبك تتدلع يا عم انا سيبنا تدلع ولا سيبنا تمخطر شوف لي وري لي مستواك ماشي بص اهو بص التاتش علق والحساسيه باظت وكان جد وبص سيبني طيب سيبني طيب واديك بونبون طب ادي البونبون كده خد اهي هي دي هي دي البونبوني حسيت بحاجه ريلودينج بص يا ليه ضربت الخنزير اللي فوق يا عم يا عم مش هتجرى خالص ابلع بقى ابلع بقى ابلع ما فيش مستني نلعب سوا يعني قدامك عامل ازاي؟ يا خريج بيت انت اقول لك ايه بس انت قاري طيب يا ستي يا رب ولا ليك اغنيكم انت مين انت يا عم انت جيت من ايه انت مش ميت انت مش طلعت قصدي زفت طلعت خلاص يا بدع انت انا عفريت انا عفريت
تعالي يا اسطى بكون مع الرجالة واطلع معايير ايه الرجال اللي بتدي شبورة بقى ما نروح بقى شبورة شو انت عارف مش نصدق بيجيب لي امحاء الدقيق في المال اي تريا كده تريا ده اللي يكبر خلاص خلاص تريا ده والتنام تريا والتنام ما فيش مشكله علشان نلعب سوا شوف انت كسبتني كام روم فرق كام كلاب بالظبط شوف انا بهزر والله والله ما اعرفك جالك ازعاب اقسم بالله انا عظيم ازعاب ما فيش مستوى متعصبش بس بدل ما يجيلك عرق توت اسكت يلا بينا يا فادي شغل عشان بص بص اعمل كده هلحقك تعالى 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 يلا بينا يلا بينا يلا بينا جاي جاي يلا 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 نام على بعض اثنين نام على بعض مفيش تبز ايه الفيديو ما فيش مستوى Blue Team Victory علشان نلعب سوا تطور مش عارف ايه فين هستعمل ايه لا لسه عشان زميلي عش عشان زميلي خسران اهو